تضييق المساحات. نعم. الملعب في الملعب هذا. نعم. و 4 3 3 لما اللاعبين يقوموا بدورهم بطبيعة الحال الملعب الكل تقريبا بيكون المساحات تكون كلها مغطية، وصعب أنك معناتها لما تقوم بدورك سواء الهجومي أو الدفاعي صعب. هذه اللقطة اللي حب عليها هذه اللقطة. شوف. نعم. كيف اللعب بويول واللعب بيكي مع بعض، وبطبيعة الحال لما يروحوا مع بعضهم شاهدنا أنه وسط محور الدفاع بدون شغلنا بدون اللاعبين هذوما. نعم. وكاد أن يفاجئ فريق البرسا بعد خروج بيكي وبويول من المكان بتاعهم للتغطية. هو من عيوب بويول القليلة جدا أنه يغادر المنطقة، يذهب مباشرة إلى المدافع. بيكي غادر المفروض ما تغادرش أنت. لما لكن هو غادر أولا. هو غادر أولا. نعم. ثم معه بيكي. نعم. لما غاب بطبيعة الحال أصبح محور الدفاع وهناك مساحة كبيرة. كايتا أيضا تسبب اليوم في الهدفين. كايتا اليوم كان من أفضل اللاعبين. نعم. خصوصا في الكرات العالية. يوم وجه جديد للاعب كايتا في الكرات العالية شاهدناه. الكرات العالية الكل تقريبا أخذها من اللاعب كايتا. نعم. وهذا الهدف اللي سجله تمريرة ممتازة. لهنا التمريرة هامة جدا. التمريرة ماهيش عالية كثير. ألفيز. عالية ترمية ألفيز. نعم. لو عالية كثير صعبة على اللاعب باش يسددها بالقوة. نعم. لهنا نشوفوا تمريرة ممتازة وارتقاء مميز للاعب كايتا. كايتا ويسجل به الهدف الثاني. هذه عملية أخرى. فريق البرسا سيطر على المباراة في الشوط الثاني. القى صعوبات كبيرة فريق خيخون. لأنه أنهى المباراة أو الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء. هذا سهل من مهمة البرسا. أهم مهمة البرسا. ثم المشكلة الكبيرة لفريق خيخون والفرق اللي تلعب ضد البرسا. نعم. لما تلعب 90 دقيقة في المرمى نتاعك صعب أن كل مرة تعمل 70 متر. لا صعب أن الملعب نصف ميدان أو الهجوم 60 و70 متر للوصول إلى حارس فالديز. ولهذه العملية مرهقة بالنسبة. نعم. لفريق خيخون. لأنه في الشوط الثاني شاهدناه إلا ما عدا الكرة هذه. نعم. لكن خيخون قدم مباراة كبيرة. قدم مباراة طيبة محترمة. رغم النتيجة. محترمة هي النتيجة مثل العام الفارط. العام الفارط 3-1 هنا. و6-1 هنا. و6-1 على أرض أم جمهور. واليوم خسارة 3-0. ونشوفوا هنا كيت أن من كرة أخرى رأسية. اليوم الكرة الثابتة لعب الدور كبير في فريق البرسا. وهذا هان سلاح. ذو حدين. سلاح كبير لفريق البرسا الكرة الثابتة. وفي كرة القدم وهذا بيدرو. حيوية كبيرة ونشاط للاعب بيدرو. وهي تمريرة ممتازة لأن التجأ للقوة. عكس داخل تقريبا في 6 أمتار. ست أمتار القوة لا. المفروض أنه كان عنده إمكانية إسكان الكرة في جهة. وهذا هدف إبراهيموفيتش. حسب رأيي اللي إن شاء الله يحرر اللاعب هذا. ليس هناك تسلل لأن فما لاعب آخر شوفوه. يروح محور الدفاع. ودائما كالعادة ألفيز. يعني ألفيز كصانع ألعاب وليس مدافع أيضا. ألفيز وعودنا ألفيز العام الفارط برسا سجل تقريبا 12 أو 13 هدف من تمريرات اللاعب ألفيز. وهذه تمريرة مميزة للاعب إبراهيموفيتش للاعب بيدرو. نعم. اللي انفرد لكن بالفعل. والبرسا نعم والمدافعون يقومون بدور كبير جدا في صفوف